وسط هذه البادية وضمن هذا البناء المعد من الطين، تقدم نقطة شام الطبية في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العلاج المجاني لنحو 150 شخصا من قاطنيه يوميا. تفتقر النقطة الطبية لمعظم الأدوية لا سيما المستخدمة للمصابين بالأمراض المزمنة، وعدم وجود أطباء مختصين فيه، إذ أن كادرها الطبي يضم 16 ممرضا وممرضة يتناوبون بالعمل على مدار 24 ساعة. المستوصف يفتقر لأبسط أنواع الأدوية الإسعافية، ولا يوجد أي دعم من أي منظمة أو جهات أخرى أو جمعيات بالنسبة للمستلزمات الطبية أو الأدوية. طبيعة المناخ هنا تضاعف من معاناة النازحين، إذ يتعرضون للكثير من الأمراض الموسمية كالإسهال والرشح والالتهابات، إضافة لحالات اختناق تصيب المدنيين نتيجة العواصف الغبارية التي تجتاح المنطقة مرارا. يوم نجي لا نلقى دواء حساسية، لا نلقى دواء قحة، لا نلقى للربو بخاخ، يعني والله الواحد ما له قدرة لا يشتري دواء ولا شيء. أنا والله ما احنا قدرانين عربة الخبز. تعتبر هذه القطعة من سوريا منسية من قبل المنظمات الإنسانية، رغم مناشدة سفيرة النوايا الحسنة السابقة لدى الأمم المتحدة في الشرق الأوسط العام الفائت إلى الجهات الدولية للاستجابة الطارئة للوضع الإنساني المتردي في المخيم، فيما يزداد الوضع سوءا بعد انقضاء أكثر من 5 أعوام على إنشائه، ولا يزال مصير أكثر من 90,000 نازح من محافظتي دير الزور والرقة ومدن وبلدات ريفي حمص وحماة هنا مجهولا حتى اللحظة.